الطفرة الشعبوية الحاصلة في أوروبا بسيطرة أحزاب أقصى اليمين على مقاليد الحكم جعلت البريطانيين يفكرون في الاتجاه نحو اليسار، فانتخابهم لحزب العمال بأغلبية مطلقة ب 410 مقاعد في الحكومة من أصل 650 كانت له أسباب وفق تقرير لشبكة CNN الأمريكية. التقرير أوضح أن البريطانيين نظروا من زاوية أوسع لمعاناة عدة دول أوروبية من تباطؤ اقتصادها وارتفاع معدلات الهجرة وزيادة أسعار الطاقة في ظل حكم أحزاب أقصى اليمين، وكان يهمهم سرعة الإنجاز للشعارات أو الحملات العامة، وهو الخطأ الذي يقول عنه خبراء إن المحافظين قد وقعوا فيه. من المحتمل أن يكون الانقسام بين حزب الإصلاح بقيادة اليميني المتشدد نايجل فاراج واليمين قد ساعد ستارمر في زيادة أغلبيته البرلمانية، لكن هذا لا يعني موت اليمين أو حتى تجاهله. حزب العمال البريطاني تنتظره في اليوم التالي من حكمه تحديات كبيرة، أكثرها تعقيداً حل معضلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على يد المحافظين دون إيجاد أي خطة للتعامل مع تبعات هذا الخروج، خاصة بعدما وصف خبراء هذا الخروج بالخطيئة الكبرى التي ارتكبها المحافظون، بالإضافة لعدم الإنجاز أو الوفاء بالوعود التي قدموها مع التركيز على الدعاية العامة.